ننتقل وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي نبض الاتحاد، ويسعدنا لهذا الأسبوع استضافة الأستاذ دولة مراد. أستاذ دولة، بداية أهلا وسهلا بك. شكرا شكرا، مشكور، مساء الخير كل أذرباني. أنا اسم دولة مراد، شغل داخل إمارات الرخام الحجر الطبيعي. مستر دولة، تحدث لنا عن طبيعة عملك في هذا المجال. تقريبا أنا 6 سنة هنا داخل الإمارات. 6 سنة هنا داخل الإمارات، شغل تركيب المال حجر الطبيعي. أنت ليش اخترت دولة الإمارات؟ أنا إمارات بلاد الأمن، أمان بلاد القانون، في ما في كلام الزالان، ما في داخل الإمارات. هنا كل كلام احترام موجود. هني شكل أنا لازم هاي نفرات لي، أنا سوي أرزو سوي أميت أنا داخل الإمارات هني شغل. يعني أمن أمان أمان زيادة، أنا احترامي زيادة. احنا نحكي عن 2011، انتم بلشتوا عمل في الامارات، صحيح؟ صحيح. 2011 لليوم احنا نحكي عن خدمات داخل الشركه. تقريبا 13 خدمه داخل الشركه موجود. ما هي؟ انا سوا انا 4 اخويني داخل الامارات موجود. انا الشركه شريكه واحد، انا شغل بي واحد، انا شغل تركيب الحجر الطبيعي. انا كل نفرات بلاد الافغانستان. يعني خلينا نحكي عن الشيء اللي بتتميز فيه، الشيء غير عن حدا ثاني، انت بشو احسن افضل؟ انا مشكلة هنا، انا داخل بلاد، انا داخل افغانستان تقريبا 50 سنة سوي جنجال، انا في زياده في انا 50 سنة في جنجال، انا زياده هني بي نفرات مسكين، هني بي زياده موجود. لازم انا يجي شوي سوي مساعده فاميلي، سوي مساعده نفرات، انا عروسي هني شكل، انا نفرات هني ما في شغل، تعبان نفرات داخل بلاد، انا زياده موجود هني. بس انا فكر انا ان شاء الله انا على شركه الصغير، انا شركه كبيره ثاني بي، انا نفرات انا داخل الامارات داخل افغانستان، انا ودي داخل الامارات سوي شغل سوي مساعده ان شاء الله. ان شاء الله. انت بشو فكر لفيوتشر؟ انت يعني في بلان معين في عندك بدك تعملها في الامارات؟ انا فلان الله كريم، انا داخل الامارات هنا اجلس، انا صبر اجل سوي الله. بعد انا فلان كبير فيه، انا مصنع تركيب الواحد، مصنع حجر الطبيعي سوي هني، انا تركيب الديكوريشن داخل المصنع، انا ماكينه زياده هني، انا هني فلان فيه. أنا نسوي استاذ، أنا 5 سنة ما في فلوس زيادة هنا شكل، أنا بس تركيب الحجر. تركيب الحجر. بس تركيب الحجر والرخام الطبيعي. إن شاء الله، إن شاء الله كل التوفيق، أي وش تبست إن شاء الله. آمين. إن شاء الله. خلينا نحكي عن منظومة الأمن والأمان اللي اليوم موجودة في دولة الإمارات. قديش هاي المنظومة ساعدتك أنت لشغلك يكبر ويصير كبير؟ انا امن امان هنا داخل الامارات هني شكل فيه، انا كل نفرات بس سوي احترام القانون. صحيح. احترام القانون، احترام سوي فروسي، سوي صديق، سوي فاميلي هني شكل، انا احترام كده داخله وين بلاد بي فيه
لازم أمن أمان بي موجود، احترام داخله هاي بلد بي موجود، إن ما في موجود ما في أمن أمان هني بلد. أكيد أكيد. أنت يريد يشكر شيوخ وحكام الإمارات اليوم على هذا النعمة؟ الشيوخ وحكام الإمارات، would you like to say thanks for rulers and sheikh؟ أنا هني أنا صاحب الصمود الشيخ خليفة بن زاهد، صاحب الصمود الشيخ محمد بن راشد، صاحب الصمود يعني الشيخ قاسم الصخر، هني شيخ الرسول خيمة. أنا هني كل النفرات اللي في الخوف الله، في الخوف الفروردقار، أنا كل سوي داخل الإمارات هي ماتن موجود هني، لازم أنا شيخات سوي مساهدة شيخات هني، هي نفرات سوا فرشتة هني شكل، يعني ما في زهران كلام، ما في يعني أنا كل ياتي أنا سوي فرصة سوي حكومة ياتي الله سوي بعدين هني نفرات أنا قابل هني فرصة هني شيخ هني قابل. أكيد. أنت مين يريد يشكر في نهاية برنامجنا اليوم؟ يشكر مين؟ your mother, your father, your brother؟ فادر بي ما في، أنا سوي ثلاثة سنة سوي فوت، مادر بي تقريبا ستة سنة قبل فوت، أنا داخل فاميلي مالا أنا تقريبا 40 نفرات موجود. أنا كل كبير أنا ستة أخو وثلاثة أخوي موجود، أنا أربع أخو هني موجود داخل الإمارات، أنا سوا شغل. يريد يشكر أنت أخو؟ ها أربع أخو هني داخل الإمارات موجود سوا شغل، واحد أخو هني نور محمد فاميلي بي هني داخل الإمارات موجود. شكرا لك أستاذ دولة مراد، ثانك يو لك. شكرا شكرا. سوي يجي أنا سوي خبر أنا. شكرا. مشاهدينا الكرام إلى هنا انتهت فقرتنا اليوم. دارنا في عقدها سبعة قلوب، بالغلا كل قلب في الثاني يذوب. دارنا في عقدها سبعة قلوب، بالغلا كل قلب في الثاني يذوب.